الشاب عمار الباشا عنصر من عناصر الجيش العربي السوري شارك بالعديد من المعارك منذ عام 2011 وتعرض لعدة إصابات، وفي عام 2015 أدت إصابته بإحدى المعارك إلى بتر الطرفين العلويين. لم تمنعه الإصابات من العودة دائما لميدان العمل إلى جانب رفاق السلاح الذين لقبوه بالشهيد الحي. ورغم ما مر به عمار بعد إصابته، إلا أنه بإصراره استطاع التأقلم مع حالته للعودة للحياة وتجاوز اليأس ومصاعب الحياة. شاركت بكثير معارك، بمعارك حمص ومعارك حلب. معارك حمص بوادي السايح، معارك حلب بحندرات. تم إصابتي كتير عدة إصابات. أول إصابة رايحوني تو أنا ما برتاح، كنت رجعت على المعارك. معارك حلب باشتباك وقتها لحنا والمسلحين، وعدت الإصابة بتر طرفين علويين والحمد لله على كل شيء. الشباب يجي يقول لي أنت شهيد الحي. آخر إصابة يعني يأست فترة بجي 6-7 أشهر، يعني إذا واحد يقول لي مرحبا أدير راسي، بعدين حسبتها في راسي لا إنه هيدي عمر ما هي إنه يوم ويومين، بقى تقضي معي عمر. قمت كبينا اليأس، صرنا بالمعارك الحياة. أنا بشتغل 60-70% من حياتي الطبيعية لحالي، يعني إنه ما برضى حدا يجي يساعدنا. اللي بيساعدني يعني قال له اني بصير بمزح معهم، بقول له انا ايش شايفيني بلاقي دين؟ انا لا خلص انا صحيح مصاب بس انا لازم ارجع على الحياه. عمار بدا يرسم ملامح حياته من جديد، فاصر على العمل بنفسه واعتبر الاصابه مكرمه من الله، فهو يملك معنويات مرتفعه جدا فاجات الجميع، واصرارا كبيرا على الاستمرار بالحياه. تزوج وأنجب طفلين وافتتح محلا لبيع قطع تبديل السيارات رغم صعوبة هذه المهنة، وشارك في بطولة جريح وطن برياضة السباحة، ووجه رسالة للجرحى بعدم اليأس وتجاوز الإصابة والتغلب عليها. أنا وصلت للموت، أنا نمت 4-5 سنين بعناية مشددة، يعني كتير عالم هاي مكرمة من الله انه رجعت على الحياة. معارك الحياة فتحنا اول مشروع ما زبط معي، اما فتحت هالمشروع، هالمشروع الشباب رفقاتي شجعوني، رحت تزوجت بعد الإصابة، صار عندي بنت وولد، عايشين أحلى عيشة أنا وزوجتي، بنطلع بنرجع. العالم تقول شو الجريح عمار موجود. متشارك بجريح وطن بالسباحة، وصلنا وطلعنا على أساس إنه بس ضمن سوريا، جو من العراق، جو من روسيا، وتشاركنا وطلعنا بمركز منيح، بس لأنه أول سنة. إن شاء الله بالمستقبل إن شاء الله أحسن. شباب جرحى بيجوا عندي هون على المحل كونوا يأسانين، بقالهم لك ليه الحياة لتمضى، يعني واحد ما ييأس مع الحياة، الواحد يشتغل يطلع يفوت يشوف رفقاته. عمار ورفاقه الجرحى من عناصر الجيش العربي السوري والقوات الرديفة شكلوا ببطولاتهم وتضحياتهم ومعنوياتهم دروسا بشغفهم بالحياة رغم ما تعرضوا له، ما يتطلب من الجميع الاهتمام بهم ورعايتهم أفضل رعاية. مصطفى كوسة، الإخبارية السورية، ريف حلب.